أنا أقول يا إخواني آن الأوان أن نقول يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا يا شاكيا هم الحياة وضيقها أبشر فربك قد أبان المنهجا من يتقي الرحمن جل جلاله يجعل له من كل ضيق مخرجا يجعل له من كل ضيق مخرجا. مين نذوق هذه الحلاوة اللي ذاقها بلال؟ ليه الآن كثير من شبابنا راكب أحسن سيارة ولبسوا ماركات وسفريات وحفلات وشهوات وفي النهاية يقول لك زهقان طفشان؟ ليه الآن انتشر في أوساط شبابنا وبناتنا كل يوم والثاني نسمع في وسائل الإعلام شاب انتحر، فتاة حاولت الانتحار؟ سؤال، هل ينقصهم شيء من شهوات الدنيا؟ والله ما ينقصهم شيء من شهوات الدنيا. إيش ينقصهم؟ ينقصهم اتصال برب الأرض والسماء. يقول ابن مسعود من صلى بينه وبين الله عز وجل فإنه يتكلم مع الله، ومن قرأ كلام الله فإن الله يكلمه. العبد إذا صلى بين يدي الله وقال الله أكبر ثم قال الحمد لله رب العالمين، الله عز وجل يقول لهذا العبد حمدني عبدي. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم، الله عز وجل يقول مجدني عبدي. إذا قال العبد مالك يوم الدين، الله عز وجل يقول أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، يقول الله ذلك بيني وبين عبدي. وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقول الله ذلك بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل ولعبدي ما سأل. يا إخواني والله أعظم هداية وأعظم شيء لما الله عز وجل يرزقك الهداية. الإنسان إذا دخل الجنة يتذكر وهو في الجنة أعظم نعمة أنعم الله عز وجل إليه في الدنيا، ثم يتذكرها، فإذا تذكرها قال وقالوا الحمد لله الذي هدانا. الله عز وجل يقول في القرآن لنا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، حياة طيبة وما عنده ريال واحد. ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد وتقوى الله خير الزاد ذخرا وعند الله للأتقياء مزيد. الله الله.